عقد اليوم الجمعة 7 يوليو 2017 مجلس وزراء غير عادي تحت رئاسة رئيس الوزراء بهيمي باتاكي ألبير، ممثلا لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رأس الدولة رئيس مجلس الوزراء. المجلس درس 5 نقاط مدرجة في جدول الأعمال، منها 2 مشروعين مرسوم يخص وزارة الصحة العامة، ومشروعين يخصان وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومشروع قانون يخص وزارة الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي. نوافيكم بالمزيد في نشراتنا اللاحقة. مثل مؤخرا وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان البروفيسور محمد حسن البلاد في القمة الرباعية للدول الأفريقية الموقعة على اتفاقية التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة الجريمة المنظمة بين الدول الأربعة تشاد، بوركينا فاسو، مالي، النيجر. نتابع جزء من حديث الوزير. أنا مثلت بلدنا تشاد في قمة بقت في باماكو عاصمة جمهورية مالي، لأن هناك القمة دي لمت 3-4 وزراء مسؤولين بشؤون القضائية. أنا كوزير القضاء التشادي، وهناك نظيري أنا مالي، وهنا نيجر، وهنا بوركينا أيضا لأن بجينا، وهنا موريتانيا. التقينا بأن هناك كان يوم 9/5/2017 نينا حصلنا لاتفاقية بيسموها الاتفاقية للتعاون القضائي فيما بين الثلاثة دي، يكون أربعة ببوركينا فاسو في نيامي. وقعنا في الاتفاقية دي، والوقعنا دي الاتفاقية دي صلاحيتها لعنا شنو؟ بعد ما أنينا جمعنا ومثلا جيوشنا، جيش التشادي وجيش المالي وجيش النيجر وكده في قارة هنا لك تشاد أو في الساحل لضد الإرهاب، كان هربنا الإرهاب إن شاء الله والحمد لله، لقينا حقيته نبذة من الأمن. المهادرة تقول شنو؟ لأن الحضارة تمنعنا بأن هناك كإداريا أو قانونيا أو هناك شرعيا ذاتها نحصل لاتفاقية تصلح العمل للقضية والبوليس القضائي، بأن هناك في تبادل أوراق وتفتيش وبحث. ده بخلينا ما نمشي بس بالطرق الدبلوماسية، لأن بتبقى طرق شفوي قاضي من الغادي للغادي، قاضي تشادي ممكن يقدر يكتب ولو يصرح لتفتيش شخصي باحثين عنه بأن عمل جريمة في تشاد، وممكن مثلا هرب ولجأ في نيجر، لأن في نفسه هو يقول أنا لجأت في نيجر ده مثلا خلاص أنا هربت من المآخب القانونية. لا، هنا كلنا نقدر نلحقه، وفي مالي كلنا نلحقه، وفي بوركينا كلنا نلحقه، في موريتانيا أيضا ممكن نقدر. يعني نادو ما ممكن يعمل إرهاب في دولة من الدولة المتفقة دي ويقول يمشي يلجأ في دولة تانية عشان القانون ما يقدر يلحقه. القانون بلحقه في أي وقت. دي الاتفاقية أساسا، الاتفاقية تصليها الأمل للقضية. أنا أربعة أو خمسة دول المشتركة في الجيسنج دي، وتقليم يقدروا يعني يبحثوا ويهاربوا ضد الإرهاب. ما بس الإرهاب وهذا، لأن الاتفاقية تشمل كل الجرائم، يعني كل الجرائم الجناهية، ودي ده شيء الأهم لنا. ولأن قبل كده من سنة 1960 يعني من مدرسة مشتركة بين القضاء هنا الدول دي، وهناك البوليس الغذائي كله ممكن يقدر يلقى مبادرة. وهسا بعد ما رجعنا بعد أيام أنا نفتح ندوة عشان تلم القضية هنشات والبوليس الغذائي عشان كل الناس دي تشترك، ونفسر لها نبذة من الاتفاقية، وعن الناس ممكن تفهم الاتفاقية وتستوعبها عشان يكون عملها وتطبيقها في المنطقة يكون تطبيقها إيجابي.